أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. اليوم وفي إطار الحوارات التي نخصصها للقطاع الطرقي بالمغرب، يسعدني أن أرحب بالسيد محمد حمي، المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك لجهة مراكش أسفي. أهلا بك سيد حمي. شكرا على الدعوة. مرحبا بك. أولا سيد حمي، قربنا من مهام المديرية واختصاصاتها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بالنسبة للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل، كان هناك تغيير في الأيام الأخيرة، يعني الوزارة عملت تغيير في التنظيم ديال المديريات الترابية اللي منهم المديرية الجهوية للتجهيز والنقل. هذا التغيير يعني بصفة عامة هو أنه على صعيد المقرات ديال الجهات تخلقت مديرية إقليمية. نعم. مع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل. نعم. وبذلك يعني الهدف هو أن المدير الجهوي في إطار الجهوية الموسعة اللي كنحضروها المستقبل إن شاء الله، يتكلف بالمهام ديال الجهة. نعم. اللي منها مثلا القيام بالدراسات العامة. نعم. والأبحاث والتخطيط وكذلك التكوين في ميادين، يعني التجهيزات الطرقية في ميادين البناء، في ميادين النقل. نعم. وكذلك من المهام ديال المديريات الجهوية أنها تتكلف ب يعني بتدبير المديريات الإقليمية التابعة لها، مثلا المديرية الجهوية ديال مراكش تابعة لها مديريات ديال أسفي، الصويرة، شيشاوة، الحوز، قلعة السرانة. إذا التدبير والتتبع ديال هذه المديريات وكذلك التدعيم ديالها وكذلك المساعدة التقنية ديالها، هذه كلها من المهام ديال المديرية الجهوية. من المهام كذلك المديرية الجهوية للتجهيز والنقل هو يعني تنشيط قطاع التجهيز والأشغال العمومية والتنسيق بين جميع وسائل النقل بالجهة، وكذلك تنشيط قطاع النقل. من بين المهام كذلك يعني المساعدة التقنية التي نقدمها للجماعات المحلية، يعني ديال الجهة بصفة عامة وخصوصا في ميدان الطرق. نعم. يعني إما كنعاونهم في الدراسات وإما كنعاونهم على الإشراف. نعم. من اللي تبدأ الأشغال. كذلك المديرية الجهوية من المهام ديالها أنها كتحضر البرنامج ديال الجهة، الخطة ديال الجهة فيما يخص. نعم. تحسين السلامة الطرقية، يعني كتحضر البرنامج، كتشرف على الإنجاز ديالو وكذلك كتدير التقييم ديالو. نعم. والتأثير ديالو على تحسين السلامة الطرقية. نعم. من المهام كذلك أنه المديرية الجهوية حاليا تقوم بإنجاز مشاريع في إطار ما يسمى يعني متر دوفراج ديليغي، يعني الإشراف المنتدب. نعم. للأشغال، يعني كنجزو واحد العدد ديال الأشغال، خصوصا الأشغال اللي كتكلف بها مديرية يعني التجهيزات العامة. نعم. وكذلك من المهام كاين التكوين. نعم. مثلا في المديرية ديال مراكش كاين واحد المركز ديال التكوين التقنيين في الأشغال العمومية. نعم. تابع للمديرية الجهوية. أوكي. وأخيرا يمكن القول أن المديرية الجهوية تمثل الوزارة على صعيد الجهة. نعم. وكذلك تشرف على يعني تضمن سير المرفق العمومي ديال. نعم. النقل ديال يعني الصيانه الطرقيه الى اخره. نعم. كل ما هو مرفق عمومي يعني. نعم. يجب ان تسهر على ضمان العمل به. وما هي اهم الانجازات التي قمتم بها في الفتره الاخيره؟ في السنين الأخيرة الحمد لله يعني تم إنجاز مشاريع مهمة في الجهة، وخصوصا المشاريع الطرقية. باختصار يعني لا يمكن أن أتكلم عن جميع المشاريع، يمكن القول أن الجهة الحمد لله جميع المداخل والمخارج ديال مدينة مراكش
أصبحت جيدة، يعني تم إما تثنيتها أو توسيعها أو تقويتها. مثلا توسيع وتثنية الطريق الوطني رقم 9 في اتجاه الدار البيضاء، الطريق يعني توسيع وتقوية الطريق في اتجاه جديدة، في اتجاه أسفي، في اتجاه الصويرة، والأشغال إن شاء الله ستبدأ لتوسيع الطريق بين مراكش وتحنوت، يعني المقر ديال إقليم الحوز. إذن من أهم البرامج التي تقومون بها مشروع تهيئة الطريق الوطنية رقم 9، تحدثوا لنا عن هذه النقطة. نعم، بالنسبة لي أعتبر أن هذا المشروع هو أكبر مشروع وأضخم مشروع في الجهة. نعم. إذ أنه يربط الجهة بالجهة يعني درعا. نعم. تفيلات يعني مدينة ورزازات وكذلك بتنغير وزغورة. لماذا أضخم مشروع؟ لأنه من ناحية التكلفة المالية هذا مشروع سيتطلب ما يقارب 1.8 مليار درهم، وسيكون جاهز إن شاء الله على مدى 5 سنوات. نعم. والأشغال ابتدأت فيه. لماذا أهمية هذا المشروع؟ نعم. لأن الطريق الحالية بين مراكش ووارززات كما يعلم الجميع يعني طريق صعبة. نعم. تمر في تضاريس جد وعرة. نعم. وكذلك يعني الطريق ضيقة وتتسبب في حوادث، الخصائص. نعم. الهندسية ديالها خصائص جد ضعيفة لا تساعد على يعني ضمان السلامة الطرقية. نعم. والجميع يتذكر الحادثة التي وقعت في 2012. نعم. يعني الحافلة التي هوت من الطريق. نعم. فكان فيها 43 ديال 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 القتلى. نعم. لهذا السمية ديال المشروع هو مشروع تحسين خدمة وسلامة الطريق الوطنية رقم 9. نعم. هذا هو السمية. إذن الآن ابتدأت الأشغال في هذه الطريق. نعم. نعم، المشروع بحكم أنه مشروع كبير بزاف، يعني المسافة هي 177 كيلومتر. نعم. تقسمت 7 الأشطر. نعم. هناك الأشغال الحمد لله بدأت دابا في 4 ديال الأشطر. من بين الأشطر المهمة واللي كانت صعبة جدا هي المقطع بين تدارت ومرتفع تيشكا. نعم. يجب القول بأن هذا الطريق يقال عنها أنها الطريق المرتفعة أكثر في المغرب، لأن العلو ديال الممر تيشكا يصل إلى 2260 متر. نعم. عن سطح البحر. إذن أعلى طريق تمر في سلسلة جبال الأطلس الكبير. نعم. هي هاد الطريق هذه. كان الممر اللي صعيب بزاف هو 13 كيلومتر بين تدارت. نعم. والممر ديال تيشكا فيه منحدرات قوية. نعم. جدا تفوت في بعض الأحيان 10%. نعم. هذا بدأت فيه الأشغال. نعم. بتكلفة تقريبا 170 مليون ديال الدرهم، والأشغال تقريبا دابا وصلت ل 60%. إذا وصلت الأشغال 60% بالنسبة للشطر الأول. نعم، بالنسبة لهذا الشطر اللي فيه 13 كيلومتر وصلت الأشغال إلى 60%، والسكان ديال المناطق ديال ورزازات وزاكورة. نعم. استبشروا خيرا. نعم. بهذا التغيير الكبير، يعني اللي كان يعرف هذا الطريق من قبل يعاود يمشي يشوف فيها غادي يبان ليه التغيير كبير. نعم. جدا. أو ما هي مكونات هذا المشروع؟ مكونات المشروع أولا أنه غادي يكون تحسين الخصائص الهندسية ديالو. هذا الطريق معروفة بالوعرة ديالها. نعم. أحد أصدقائي مهندس قال لي أنه ما عمره مشى لورزازات لأنه كيسمع أن الطريق صعيب. نعم. إذن هذه الخصائص الهندسية غادي تحسن إن شاء الله كثير، واللي مثلا بين تازليضة وأقلموس عدد المنعرجات اللي كاين كثير بزاف. نعم. وهذه المنعرجات فيها منعرجات اللي خطيرة لأنها لا توفر الرؤية. نعم. اللازمة باش الإنسان يسوق بسلام وتعيق تنمية هذه الجهات. نعم. إذن يعني المكون الأول هو أنه غادي تحسن هذه الخصائص. نعم. الهندسية. المكون الثاني أنه كاين شي مناطق اللي فيها منحدرات كبيرة. نعم. هذه غادي يدار فيها ممر ثالث. نعم. باش دوك الشاحنات اللي كيمشيو بسرعة صغيرة بطيئة. بزاف. نعم. ما يبقاوش يعني يعيقوا السير بالنسبة للجميع. نعم. إذن مثلا هاد 13 كيلومتر ديال بين تدارت وتيشكا كلها فيها 3 ممرات. ممرات. نعم.
من بين مكونات المشروع كذلك انه كاين مقاطع ستتم تثنيتها، يعني غادي تولي بحال لوطوروت، يعني فيها جوج طرقان فيهم 18 كيلومتر من الخرجه ديال مراكش حتى لايتورير، وفيهم في الدخله ديال ورزازات 18 كيلومتر. يعني هذه غادي تولي تثنيه، وبهذا غادي اولا غادي يولي انسيابيه يعني السير، وكذلك يعني تحسين سلامه السير على الطرق. مثلا مقطع من اي تورير لمراكش فيه بزاف ديال الحوادث ديال 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 عديمي الحمايه، يعني اصحاب الدراجات اصحاب الكراسي الى اخره، ملي غادي نديروا نفرقوا الطريق ونصوبوا لهم الطريق ديالهم. يعني كاين كذلك انه غادي يتصاوب الطريق ديال. ومن المنتظر ان تنتهي اشغال هذه الطريق متى؟ هل هناك تاريخ محدد؟ نعم، كما قلت يعني المشروع كله ان شاء الله غيسالي خلال خمس سنوات. أيه. من بين المكونات ديالو كذلك انه واحد العدد ديال القناطر غادي تعاود باش توسع الى اخره، شي 24 يعني قنطره. وتكلمت فقط على المقطع الاول، الاشغال بدات في المقطع رقم 7 اللي هو من مراكش حتى لايتوري اللي فيه التثنيه. بدات فيه الاشغال، بدات كذلك الاشغال في المقطع من مرتفع تيشكا حتى الامر زكان على طول تقريبا 50 كيلومتر. عادي بدات الاشغال فيه، وستبتدئ الاشغال ان شاء الله عما قريب في المقطع الاصعب واللي فيه يعني تضاريس واعره بزاف، هو من تزليد من تفلحت الى تدرت على طول. نعم. 30 كيلومتر. وماذا يعني كثير من المواطنين يتساءلون عن نفق تيشكا هذا المشروع، هل هناك دراسه لانجاز هذا النفق ام؟ نعم، دراسه ديال النفق تحت جبال الاطلس يعني تحت تيشكا، هو يعني ابتدت الدراسات منذ أماد، وهي متطورة جدا. يعني دابا وصلنا تقريبا للمراحل النهائية ديال من الدراسة. والدراسة الأولى بنيت بأنه هذا مشروع يتطلب حوالي 12 مليار درهم ديال. إذن هناك إمكانية إنجاز هذا النفق؟ أكيد أنه إلى توفرت يعني الإمكانيات اللازمة غادي سينجز إن شاء الله. أكيد في المستقبل غينجز إن شاء الله. وأكيد أن إصلاح وتهيئة الطريق الوطنية رقم 9 له وقع إيجابي سواء على الناحية الاقتصادية والاجتماعية وفك العزلة بالنسبة لساكنة هذه المناطق. تحدثوا لنا عن هذه النقطة باختصار. نعم، من بين الأهداف ديال هذا المشروع هذا، أولا يعني باش ننقصوا من المدة الزمنية اللي كيتطلبها السفر مثلا من مراكش إلى ورزازات. نعم. حاليا حوالي 4 سوايع. نعم. ويمكن إن شاء الله ننقصوا من 45 دقيقة إلى ساعة كاملة. إلى ساعة. من بين الأهداف كذلك هو يعني تحسين السلامة الطرقية. هذه الطريق اللي واخا الحمد لله ما كانتش الحوادث بزاف، ولكن اللي كتوقع حادثه كتكون خطيره. كتكون خطيره جدا. نعم. لانه تكون عدد الضحايا كبير. يعني الطريق كانت من نوع الطريق التي لا تسمح. نعم. ما عندكش الحق تدير غلطه. الا درتي غلطه يعني تخلصها. نعم. من بين الاهداف كذلك تطوير السياحه في المناطق. أكيد. ديال ورزازات، ديال زاكورا، ديال تنغير، وكيف تعرفوا زعما ورزازات معروفه بالصناعه السينمائيه. أكيد. ان شاء الله كنتمنوا ان هذا الطريق هذا انجاز هذا المشروع هذا سيؤثر على هذه الصناعه السينمائيه. نعم. في ورزازات. وقبل ختم هذا اللقاء سيد حمي، ما هي التدابير التي تتخذونها لمواجهه الظواهر الطبيعيه مثلا الفيضانات التي شهدها المغرب مؤخرا؟ نعم، فعلا يعني المنطقه ولا يعني الجهه يعني تتاثر بالفيضانات، وخصوصا يعني الحوزم. نعم. حكم انها منطقه جبليه، ملي كتكون فيضانات أودية. يعني كتاثر الطرق، ومنهم هذا الطريق الوطني رقم 9. من بين الاهداف ديال المشروع انه نقصوا من هذه القطاعات سواء بسبب الامطار او بسبب الثلوج. نعم. يعني بصفه عامه الحمد لله يعني يعني الجهات تطبق الاستراتيجيه الوزاره فيما يخص هذا السؤال هذا ديال التدابير، انه ملي كيكون يعني الشتاء كنستعدوا لها، ملي كتكون فيضانات. نعم. كيكون تدخل مباشر من اجل فتح الطرق
في اقرب وقت تدخل ممكن الآن يعني الاني نعم. ومن بعد كاين يمكن تكون حلول مؤقته في يعني في انتظار انهم يديروا الدراسات اللازمه باش نديروا الحلول النهائيه. نعم. هذه هي الاستراتيجيه المتبعه في الجهه وفي جميع انحاء المنطقه. نعم. اذا السيد حمي شكرا على كل هذه التوضيحات ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم والى فرصه لاحقه ان شاء الله عندما شكرا. تتقدم الاشغال اكثر في الطريق الوطني رقم 9 وعند بدايه انجاز نفق تيشكا ان شاء الله. ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر عليكم زياره هذا الورش هذا ان شاء الله ان شاء الله تصور على القرب ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. اعزائي المشاهدين شكرا على متابعتكم والى لقاء مقبل بحول الله.